جالي الاسبوع ده اسئله كتير قوي، بس منهم موضوع كده بصراحه حرق دمي واستوقفني. لقيت واحده بعتها بتقول لي يا مي انا مش عارفه اعمل ايه. هقول لكم القصه. بتقول لي انا مخطوبه لواحد بقالي 5 شهور، والموضوع كان صالونات بس كده، ايه، باعجاب شويه، وقربنا لبعض فتره قصيره قبل الخطوبه. بعد ما اتخطبنا انا حبيته قوي في فتره مش طويله. المهم كان كويس قوي في الاول. كويس قوي في الاول دي بخاف منها، حلاوه البدايات، لحد ما اتعلقت بيه قوي وحبيته. وفجاه بقى كل ما اقول له اشوفك يتحجج، مره يقول لي معلش اصل انا مش فاضي، او نازل مع اصحابي، او ورايا شغل. اجي اتكلم معاه في التليفون اكتر الوقت ساكت، فجاه يقفل ويقول لي اصل الخط قطع وما يرجعش يكلمني غير بعدها بكتير. طول الوقت انا اللي بتصل، بهتم، بركز في التفاصيل، بجري وراه. ما بيسالش انت فين ولا مع مين ولا انت كويسه ولا كلتي ولا شربتي، رحتي جيتي، يومك عامل ازاي، خالص مفيش الكلام ده. ما بيسمعش لو عندي مشكله في بيت اهلي او شغلي، مش بحسه جنبي، انا دايما اللي بعمل وبحافظ وبجري وراه. قولي لي يا مي اعمل ايه؟ قولي لي يا مي اعمل، انت جيتي لي بقى في حتتي. ثانيه واحده، هي دي محتاجه كلام؟ هقول لك ايه، الشخص اللي يحاول يخسرك ساعديه، ارجوكي ساعديه، انا بتكلم عليك او عليكي. على فكره في بنات برضو بتعمل كده، عشان مش عايزين نظلم الولاد بس، لا في بنات كتير بتعمل كده. خدها او خديها قاعده، هيعاملك زي الذهب قدام الناس، عامليه كانه حته ماس. دايما عامل كما تعامل، عادي انت بدات وانا قلدتك، ليه بقى تتضايق لما عاملك بالمثل؟ انا بدوقك من اللي بتدوقه للناس. اولا انا مش هجري وراك علشان تهتم بيا ولا علشان تخاف عليا، الحنيه ما بتطلبش ولا الاهتمام كمان بيتطلب، ولا الحاجات دي بتتشحت يا جماعه.